الله، يعني حقيقي ما اعرف ايش اقول اليوم. قهوه وطرب، امي وابوي راضين عني الحمد لله. خلونا نروح لعالم السوشيال ميديا ونشوف التغريدات المختاره لليوم، وتحديدا اليوم اخترنا لكم تغريدتين جدا مهمه. اول تغريده كانت للكاتب عبد الله ثابت، وواضح ان الكاتب يعني في هذه التغريده اعطانا معلومه ونصيحه جدا مهمه، واعطانا ملخص جميل للحياه، ولكن وجهه نظره. خلونا نشوف ايش القاعده اللي طلع فيها: مع الوقت تصبح قاعدتك رقم واحد فيما يخص الآخرين هي تحويط عالمك وحياتك ممن لا يناسبها. قد لا تكون هناك أسباب سيئة لاستبعاد أحدهم، أحيانا مجرد أنه لا تتوفر لغة سهلة وقريبة بينكما هذا سبب كاف ووجيه. الحياة ثمينة، والجيدون أيضا لا حاجة لاكتشافهم، إنهم يأتون دوما على نفس المركبة الصدفة. والله صادق، فعلا فعلا. يعني تكلمنا عن ملخص الحياة ومفهوم الحياة والعلاقات اللي بتكون في حياته تحديدا اللي ذكرها الكاتب عبد الله ثابت، نطلع بمعلومة ونصيحة وفائدة جدا جميلة. كل شيء جميل في الحياة يأتي بمحض الصدفة، فحاولوا أنكم تستغلوا هذه الصدفة.